ما بري يايل يزعلون مني، بس صراحة يتني يعني يتني ملاحظة على الدايركت وأشوفها أنها متكررة، وخلينا نوجهها لكم لنصيحة يا أخي الفاضل الكريم. إذا زوجتك تشتغل أو ما تشتغل ترى أنت المسؤول، أعطيها مصرف، أعطيها شيء تشعر أن أبو العيال ما يقصر وياي. حرام دائما يدفع لي مصرف معين أو يقدم لي شيء معين، عيد، يوم زواجك، ميلادها، المصروف اليومي هذا اللي هو الشهري حقها غير مصروف العيال. يعني تحسسها انك انت مهتم، ان انت ام العيال على راسي وعلى عيني. في وايدين يسوون شيء وزود. انا بتكلم كلمة حق في ابو العيال، انا منفصلة الحين. المهم موضوع ثاني هذاك، والله ما قصر. اتذكر كان يعطيني يعني مبلغ يساوي راتبي، ما قصر عشان البيت والعيال وكذا ولتش وهذا. فأقول في خاطري بعدها الدنيا بخير، بعدها الدنيا بخير. احنا ما نقول لك اعطيها كثر راتبها، لكن انا بقول لك اعطيها شيء ان فعلا هي تشعر انك انت مو مقصر وياها، تتكلم فيك كلمة حق. بعدين في تقول والله نكرت العشير، ابوي ترى هي ما نكرت الا لانها طفرت، كل ما اعتمد عليها بزيادة الا اذا انتم متفقين. انا ببني، انت هالفترة انت صرفي، سامحيني ما بقدر اصرف، سامحيني كذا. وانت كنت اصلا تعطيها مصرف، خلصت البناء، بديت رديت سديت الدين، بديت ترجع لها تقول لها تفضلي كذا. يعني الدنيا تعاون، احنا ما نقول اعطي، نقول حسسها، اعطيها الشيء اللي يرضيها ويرضيك بالميزانية اللي تقدر عليها. صدقني ما بينكرنا العشير، اصلا حرام علينا اذا اعطيت ونحن نكرنا العشير. الله يحفظك.